توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، فما يك من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق؟ دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، شيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء.